السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه بلوكس كاد. ده هيخليك ترسم حاجات ثلاثية الأبعاد من خلال إن أنت كأنك بتعمل فيجوال بروجرامينج أو برمجة مرئية. اللي اشتغل على برنامج سكراتش هيلاقي نفس الواجهة إن شاء الله. طيب خلينا نبدأ مع بعض. واجه هنا وأقول له أنا عايز أرسم حاجة ثلاثية الأبعاد، فبيقول لي في سفير، في كيوب، في سلندر، في تورس. شوف بقى إيه الحاجة أنت عايز ترسمها. وليكن مثلا سفير. طيب هقول له ريندر، هيبدأ يكون لي الشكل. طيب انا عايز بقى اكبرها اخليها مثلا 13، واقول له ريندر، تلاقي الشكل كبير شويه. طيب عايز اشكال تانية ايه؟ زي ما انت عايز. كيوب اهوت الابعاد بتاعته، عايزها من السنتر مش من السنتر، وهكذا. بدأ يعمل لي الشكلين، لكن تلاحظ ان الشكلين داخلين مع بعض. طيب هقول له ترانسفير، واقول له انا عايز اعمل ترانسليت للسفير، وعايز اخليها دي مثلا على 20 في ناحية الواي، واقول له ريندر، فيبدأ يحرك لي خليها 50 مثلا، واقول له ريندر، بقت بالشكل دوت. بعد ما عملت ممكن تقول له سيفالي اس تي ال، عشان انت ممكن تطبعها طبعا ثلاثية الابعاد، اوبجكت اي ام اف اكس 3 دي وهكذا. فتقدر ان انت تحمل الملف ده وتعدل عليه. عندك هنا مثلا في الترانسفورم ممكن تقول له انا عايز اعمل ميرور او عايز اعمل روتيت للشكل، تمام. طيب انا عايز اعمل ترانزليت للشكلين مع بعض، للسفير وشكل تاني. هاجي هنا على زائد فتظهر معايا بالشكل دوت، فاقول له ارسم لي سلندر وحركها. كده هيحصل ايه؟ هيرسم سفير ويرسم سلندر ويعمل لي حركه ليهم هما الاثنين مع بعض، تمام. الروتيت هبدا اقول له خليها بزاويه مثلا اهو بالشكل دوت، واقول له ريندر، تلاقي الشكل اهو لف. ودول شكلين مع بعض بس هما عشان متداخلين مع بعض. يعني ممكن السلندر تغير في الارقام بتاعتك او خليها في نقطة المركز، اتنقلت لهنا على طول. ممكن تعمل لها واحدة تانية، يعني ممكن تقول له انا عايز اعمل ترانزليت للشكل ده وتدي له ارقام تانية خالص. بالشكل دوت ممكن كمان تيجي هنا وتقول له انا عايز اتحكم في الكولر، اه. طيب انا ممكن ابدا اخلي كلهم بقى انت ديت، اخلي الاثنين دول يتحركوا مع بعض. طيب ممكن اقول له بقى ايه؟ انا عايز ادمجهم مع بعض، تمام. ده اول شكل، ده مع ده، لان هما الاتنين مع بعض فالدمج بينهم هيكون سهل، تمام. فاصبح الاتنين دول كانهم شكل واحد، عمل لهم دمج هما الاتنين. ممكن واحد يقول لي انا مش حاسس بالفرق، انت بتضحك عليا. طيب خلينا نجرب مع بعض كده. هقول له انا عايز تعمل لي الانترسكشن، يعني بدل اليونيون ديت خليها انترسكشن، واقول له خد السلندر، واقول له خد السفير اهي، هات لي بس الانترسكشن، فيبدا يجيب لي الحاجه اللي متقطعه بينهم. ممكن بدل كده ممكن اقول له انا عايز الديفرنس بدل الانترسكشن، فتلاحظ ان في قطع اهوت بالشكل ده. ده ممكن تبدا تشوف الكود اهوت او تشوف البلوكس، الكود اللي هو البرمجه، او انت عايز تشوف البلوك نفسها. طيب عايزين نكتب، هقول له تكست وابدا اخد ده كله 3 دي تكست، السايز، الثيكنس، الفونت، كل اللي انت عايزه. التكست ده هو ظهر اهوت. تقدر بقى لو انت عايز تعمل له روتيت مفيش مشكلة، تمام. يعني خلينا نشيل الروتيت دوت ونحط له التكست دوت بالشكل ده. هنلغي بقى الحاجات اللي هي مش شغالة ديت، تمام. التكست دوت ممكن تيجي هنا ونكتب عمر وتقول له ريندر.